تتويج نجوم الأولى في تونس هو ثمره جهد جهيد ديال عدد كبير من الناس اللي كتشتغل في هذا البرنامج، على رأسهم السيد فيصل العريشي، سيد رئيس المدير العام اللي كيدعمنا دائما، اللي معمره ما ادخر جهد أنه السهرات تنجح وتكون دائما في المستوى المطلوب، أنه نفسه عدد كبير من البرامج الكبرى ديال الدول العربية كبرى، فهو ماشي من سهل وباش نفوزوا بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون بتونس، فحتى هو ماشي بالأمر الهين. وكان بغي نشكر لجنة التحكيم، لأنه ولو أنه ما كناش حنايا حاضرين في تونس فهما عطاو البرنامج حقه. وكان بغي نشكر كل الفنانين من نهار اللي بدات نجوم الاولى في 2014 حتى اليوم، فنانين كاملين اللي شاركوا في سهرات نجوم الاولى، كنبغي نشكرهم. وكنشكر شكر خاص الفنانين اللي كانوا حاضرين في سهره المواويل واللي فازت بالجائزه الثانيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.